عليه الصلاة اللهم صل والسلام، على رسول هذه الله. أفضل من يمكن مجلدات كلمات تقال له. أيضا من الأمور الأخرى اللي هي مراعاة نفسية الأبناء، يعني عدم المقارنة بينهم وبين من هو أفضل منهم، عدم النقد. النقد هذا من أكبر الأمور اللي تدمر شخصية الأبناء. إذا أحسن الابن يجب أنه يشجع على الفعل اللي أحسن له ويتم عليه، يربى على صلة الرحم وعلى الآداب الإسلامية وعلى التقاليد الطيبة في المجتمع وتغرس فيها القيم. وهذا يعني ما حبيت أشارك فيه بها جزاك الله خير. العجالة. جزاك الله أسأل الله خير يوفق الجميع. أبو عبد الله تفضل. الله يحفظكم. والله جزاه الله خير الشيخ، نبهنا على نقاط كثيرة جدا، ومن أهمها أنا ذكرت نقطة حقيقة مهمة جدا، وهو دائما الآباء والأمهات حريصين على العطاء. يعني يقول ولدي ما ودي ينقص على شيء، يعني هذا طبعا شعور طيب من الآباء والأمهات، لكن هو يعطيه مال مثلا، يعطيه يعني مصروف شهري، يعطيه أموال، يعطيه حق البنزين، يعطيه مثلا كذا، يعطيه حق الملابس، هذا جميل طيب ممتاز جدا. لكن انظر، يعني انظر إلى هذا المصروف أو هذا المال أين يصرف وين يروح. لا تعطي ولدك يعني كل ما أراد تعطيه، لأن بعض الأبناء ترى ما يتصرف، ترى ربما يتصرف تصرف خطأ في الأموال. نعم. ربما يكون له أصدقاء يستغلونه بياخذ المال منه مثلا، او صرفه في امور غير ما هي طيبه مثلا، او حتى مثلا صرفه في مطاعم مثلا. فانت لما يقول لك ابنك والله ابي مثلا كل يومين 100 ريال، طبعا هذا غير صحيح. 100 ريال يوميا يعني 50 يوميا، يعني يوميا 50 ريال. الكبير احنا ما نصرف 50 ريال يوميا. انا اتكلم عن نفسي، انا ما اصرف الا يمكن 10 ريال باليوم مثلا، لو اطلع مثلا برا البيت ما اصرف 20 ريال مثلا، وأنا رجل كبير يعني بالسن. فكيف الابن سيأخذ 50 باليوم مثلا؟ يعني كم يبغى بالشهر مثلا؟ 1500. إذا كان يوميا 50 كم؟ 1500 ريال. يعني أعطي ولدي راتب 1500، ليش طيب؟ لماذا وش بيسوي الآن هو؟ تعود على الإنفاق. أيوة، تعود على الإسراف والإنفاق. لكن بعض الآباء والأمهات يعني وجدوا طريقة مناسبة، يقول أنا بعطيك كل إجازة يعني جمعة وسبت أعطيك 200 ريال وانت تصرف فيها، خلها معك لاخر الاسبوع، انت تصرف فيها، تخلصها، تاكلها، تخليها، انت تجمعها براحتك انت. فهنا بعض الاشياء انت تربي ابنك على 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 ضبط النفس، على عدم الاسراف. اما والله انك تعطيه كل ما اراد تخذ، لا، يعني هذا الابن اصلا ما يدرك ان هذا اسراف اصلا. يقول له ليش ابوي ما يعطيني؟ الابن مهما طلب لا يشبع. غالب الابناء لو تعطي ولدك يومين 1000 ريال ما قالك لا، هذا غير صحيح. فاذا نقول العطاء للابن، نقول في بعض الاحيان واصل في بعض الاحيان العطاء للابن يكون بعض الاحيان يكون مضره عليه. العطاء بوفره وبكثره يكون مضره عليه، لكن العطاء يكون بايش؟ بضبط العطاء، لا تعطيه كل ما اراد. فهذا امر يعني يغفل عنه بعض الاباء وبعض الأمهات. الأمر الثاني وهو مهم في العطاء، أن بعض الأمهات يعني إذا منع الأب العطاء إيش يسوي الأم؟ تزعل تدخل، تعطيه من وراه أو من عنده، تعطي. أحسنت يا شيخ، تعطي من عنده، هذا خطأ. أنت الآن أيها الأم، أنت الآن كسرت القاعدة، كسرت التنظيم والترتيب. أنا الآن ضبطت الابن أو البنت بالعطاء، أنت ليش تروح من وراه تعطيني مثلا 150 أو أكثر أو أقل؟ والله يحتاج بيطلع مع زملائه ما ادري ايش. طيب انا رتب مع الامور معه، انا اتفاهم مع الولد. طيب فلما تكسر الام القاعده هذه خلاص خربت البرنامج حقي. فلما اتفاهم مع انت مع زوجتك مع ام العيال، تفاهم معك خلاص الموضوع الانفاق علي، موضوع العطاء علي مثلا او عليك خلاص، يعني انت يعني نسق يا مع يا عندك يا عنده. فهنا الابن يعرف ويضبط نفسه، خلاص عندي ولا عنده. لكن لما أنت تعطي، تجي الأم تعطي من وراك، هذا خطأ. الابن خاص يقول تدري بعض الأبناء شو يسوي، حركة حلوة يسوونها، وهذا خطأ، وأنا أنبه الأبناء. يكذب على الأب عشان الأم، يقول أمها بـ50، ما يقول إنه أبوي أعطاني، لا، يجي يقول لي أبغى 50، أعطيه 50 ما عنده مشكلة. يروحون يقول ياخذ منها 50،
على اني ما اعطيته فياخذ 100 يوميا او كل يومين ياخذ 100. هذا ذيب يسموه كذب. ايه هو ذيب بس ذيب بالكذب. ذيب انت ذيب غدار ترى. ذيب غدار. اي نعم. فهنا ايه فهنا بعضهم يكذب بعض الابناء يكذب وهذا خطا. وبعض البنات ربما تكذب. فهذا فلما يشوف الام تعطي والاب يعطي يستغلهم. نعم. لا فالام تمنع والاب يعطي ممتاز. الاب يمنع والام تعطي ممتاز. فانا اقول العطاء مهم وضبط النفقه على الابناء بالذات مهم جدا لان هذا ربما يفسدهم. الامر الاخر اختم به عدم العطاء وعدم النفقه هذا ترى ايضا يفسدهم. ليش؟ ياخذون من الاخرين يطلبون من الاخرين يتسلفون. ولا اخفيكم واحد من ابنائي مر عليه فتره يمكن سنه سنتين يتسلف من زملائه انا ما عندي خبر. سبحان الله لما توظف تعين واشتغل كبير انا متزوج لما اشتغل ذا يعني شفت انه عنده سلف من بعض الزملاء متدين متدين. الله ليش؟ طيب والله احتجت كذا وما ادري ايش كذا. طبعا ليش؟ لان كنا ذاك اليوم نبغى نضبط يعني الصرفيه عليه فصار ياخذ من زملائه يبحث انه خارج. لا خطا يعني هو الان هو كبير واخذ من زملائه هو المقربين يعني عقلاء وناس طيبين. لكن لما يكون الاولاد الابن صغير عمره 16 17 يمكن ياخذ من ناس يستغلونه في امور محرمه ممكن يفعل امر محرم ما تدري. صح.